أهلا وسهلا فيكم بالأسبوع الثالث من مدخل إلى علم البيانات باستخدام بايثون. بهذا الأسبوع رح نتعرف على العديد من أنواع البيانات وبنى المعطيات Data Structures جديدة. رح نبدأ أول شيء بالNumpy Package، بعدين نتعرف على شيء اسمه Dictionaries القواميس، ونشوف مكتبة Pandas بشكل أوسع. بنصح الجميع أنه قوموا بمتابعة محاضرات الأسبوع الثاني بشكل جيد لحتى يقدروا يفهموا جميع الأمور الموجودة بهذا الأسبوع. ودائماً إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي شيء فينكم تكتبوه بالتعليقات أو بقسم النقاشات أو على الحائط، وإن شاء الله لحقوم بالإجابة عنه بأسرع وقت ممكن. خلونا نبلش.